بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحين نسوقنا وحلق بيري مؤلفك شروط الصلاة نور كجرني، ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك. صلاة وحي فرع كتهي إن قلت كتا عنتهي يتركع القبطه يتركع قبع طاهر يهين باشرد يامكي صلاة عكاء صحيح. هذا يمتكم إذا النجاسة عبطاء ما نجس ويهي صلاة على صحي ميسو. صدرت ولا تصح مع صحيصه صلاة ملاق نمو لكل ما يتعبن أيام قالي بعض لباسه لركي سقاركي وحريه نجاسة النجاسة وقالي لركا القبط. حتى يقيب كم من النجاسة تعبن يسو نجس معها، لكن نجاسة تعبن أيام سو لركا النجاسة معها ودر نجس هدوقة ونصومر نيو مرن نجاسة وذي يقار نجاسة هي وين صومرني. مسألة يحاول قوة قطع مرقر باقطع مريها قيد كمدة النجاسة تعبان أيام نجاسة كرسى رينهين نجاسة وحلقة يابا إنين النجاسينين وإنجغنته ولبا إنجغن اسم النجاسيان، لكن ويكرفو ليسا مرد يترك على قيب كمده ونجاسة تعبان يوسن نجاسو بيبا أصابنا يوسن نجس أهانني صلاة داري أصحي ميسو، لأن ترك عقيبا إن عاكوها يا الحرنيد نجاسو فكن نجسي سيقولوا نجاسي هاي كل حكمية. وإن لم يتحرك يونان أغناقاق با شيء أولاك المياي بحركته أما ترك أبقبته أما وحي تعبان يسابا دارغا قابلون سامين بعدي للروا وحكا دي لانتا مرض آد دو ديرتهاي ويسكو تعالى قيب باكتو كليسا قيب تكرانا نجاسة دول سارانتهاي مرض دي اي سراتهاي نجاسة دي مرض آدانا وحاجزة اما حائل او لحياي مجيرو سيدي مرض نجاسة قف كتو كنا يحكم كيبا ليرا مرض النجاسة تهينا إلى قرب قاضي إن كان يسحب السماء بدلا سكو حكمه، ولا قابض القف عنت كهية طرف شيء نيعية قيب كمدة شيء عسو على نجس النجاسة كرسارا إن تحرك هذه ولا نغرق قف هذه الحرق بعد عنت كهية بركة ما بركة قبتي ما لكن كسو قادو حرق باب قعانتا كوهيسا اما قفية المات قعانتا هيسا الساقينا نجاس وكتشرا لنعبا نجاسكا اما النجاس لنعكوها يايا وطابانا يا كاتنا صلاة دادو ويبوري واصح الميس سيدي قف نجاسة كتشرا تاي واصح هذه وحاسي وكلان أغنقاقا ونغنقاقا ونغنقاقا ونسعون أيضا هدونا نغنقاقا ونسعون أيضا القبطان هذا نهين مجاورة من النجاسة للدرسي باتهاي نجاسة للدرس كي يكون وانشوف كمتشي بيسا صلاة أنا بسكت على اللقضان والحريرتان بي صلاة كمتشي بيسا وكذا والمد بويري إن لم يتحرك حدوثا للنغنقاقا حتى في الأصح سيدة راجحة هو معنا وحر بأن لمن مسلكوا كلا قاضوا هذو كلنا قاقوا اتفاقا قولا واحدا صلاة داري ويتبين سري كلابس النجاسة بالله من نقل هذونا لا قاقين حرق لنا عيسو لنا عكلنا هو المسقول يا أحباء الله قفي بعد ذي لوسو قال يجيب كتير حرق وكارب عاتي يعطي صلاة دين واتك جاري ويدي وحاتر حرق عندنا عسكها يسوي إيري هاي صلاة دنا تكو هدو سبقه يعني ماشي كعقوة دعم بالكي
kasoo qaad sidaas oo kale taa tiri adigoo salaada ku jira, yaa xarig bakti ku xiran lagugu xiray, lugtaa lagugu xiray xarig bakti ku xiran. xarigu najaasa bidaatihi maaha, laakiin nijaasuu ku xiran yahay. haddii uusan la dhaqdhaqaaqin dhaqdhaqaaqaagana, oo xarigu waa dheer yaho, waaba daadsan yahay, waad kacday waad istaagtay, saamayn ma laha. khilaaf baa ka jira fi lmadhab, sida raajixa fi lmadhab salaadaadii way buraysaa waay. kooxaan sahlanayn oo a'immada madhabka ka midana waxay leeyihiin maya. falow jacalahu, hadduu yeela taxta rijlihi, haddaadan qaban ood ku istaagto xarigii, tii hore waxaan ka hadlaynay gacantaad ku haysaa, haddaadan gacanta ku qaban xarigii inuu kaa fakadana aad ka baqayso, waad ku istaagtay marka. falow jacalahu taxta rijlihi, hadduu saaro saxat, way asaxaysaa mutlaqan, iyadoon lakala qaadin, ma kula dhaqdhaqaaqay ma dhaqdhaqaaqin, midna saamayn kuma laha, salaadaadi way asixi, waxay la mid tahay markaas oo kaleeto. sidii najaaso taallood gogol dusha ka saartay oo ku tukatay, salaadaada way asixi, waayo kanaa idiin dhexeeya. mara aad ku taagan tahay iyo xarigaad ku taagan tahay ma waxbay ku kala duwan yihiin? maya ku istaag waya labadaba. marka haddaad ku istaagtana, isagu hadduusan najaaso ahayn meeshaad kaga taagan tahay, dee waxaad haysatay iyo waxaad xiratay ma ahano waxba ku saamayn maayo, haddii ay daahir tahay meeshaad kaga taagan tahay. haddii aad qabsatana, sidii dhar aad xiran tahay bay lamid tahayoo salaadaadii way buri. hadduu la dhaqdhaqaaqana waa qowlan waaxidan fi lmadhab, haddii kalena waa sida raajixa. walaa yaduru, ma dhibayo, najasun, najisun mid nijaasa ah, oo yuxaadii ku beegan sadrahu laabtiisa, fi rukuuci waalsujuudi, marka uu rukuucaya ama sujuudaya cala saxiixi sida raajixa. haddii nijaaso laabtaada ku beegan tahay markaad rukuucaysa iyo sujuudaysa, ase aadan taabanaynin. shardigu wuxuu ahaa inaadan najaaso taabanin, jirkaaguna najaaso ahayn, wax najaasana aadan haysan oodan xiran. najaasada dhulkaa taallaay way kugu dhowdahay in baa soo hartay, inay kugu dhowdahay baa soo hartay. kugu dhowaanshuhuna mujaawaradu waa laga fiican yahay ee dama wanaagsana, laakiin salaada ma jabiso, inaad taabata maahan. saa darteed hadday najaasadu halkan taallo, lowyahana xagga sokaa dhigato, wejigana xagga shiya, gacmahaad ku sujuuday hoostaada taallo, oo inaan ku taabanin, dee meeshaad weji saartay iyo salaadaadiina najaaso maaha, dharkaagiina najaaso maaha, jirkaagiina najaaso maaha, najaasana lama xiriirtidoo mutasil la xiriira ma tihid. maxaa soo haray inaad najaaso mujaawira la tahay, laabta hoosteeday ku aadan tahay iyo dhinacaygay taallaa iyo dhinacay taallaa iyo gadaalba iga taallaa, intaba axkaamul mujaawara weeyo, iskuma dhibaan. walaa yaduru, dhibi maayo, najisu nijaas, yuxaadii ku beegan sadrahu laabtiisa, fi rukuuci waalsujuudi, markuu rukuucay iyo qofku sujuudaya cala saxiix, intaa baa laga soo tegay. walow wasala, hadduu la xiriiriyo oo ku kabo cadmahu laftiisii jabtay, binajisin wax nijaaso ah wuu ku kabay, lifaqdi aahiri, waayo wax daahiraha buu waayey, famacduuru, waa loo cudurdaari, salaaduna way ka asixi. markii lafi kaa jabtay baad kabitaan u baahatay, waxaan laf doofaariya ay ahayn baad weyday, jaada bidaruurati, bakti wasoo lama cuni jirin, waxaan laf bakti ahayn baad weyday, bakti laftii baa laguu soo gooyey, jaaza hadday daruuro timaado. ayib, hadday timaado daruuro, salaadiina lagaa rabo, laftii najaasad ahaydna kugu jirto, maxaad samayn? jaaza, waayo tahaaro inay noqotaay waa cinda alistitaac, haddaadan awoodinba laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waay. wailaa wajaba, haddii aynan daruuro ahayn, wajaba marka hore waxaa waajiba nascuhu inuu lafta iyo kabkaa la saaro, in lam yaqafa, duunan ka baqin dararan, dhib daahiran oo muuqda, dhib muuqda iyo waxyaalo muuqda haddayna kusoo gaarsiinaynin, adoo mid daahira heli karana najaasada aad ku kabatay inaad iska saarta waa waajib, waayo najaasaa kula xiriirta, waad na suulin kartaa bilaa dararin,
لب بلان يضن لهين وجب نزعها إن أتيبتا واجبة هذه لكن إبنا كاسو قارا يهلكا وحاكفها انتي وحاكفها انتي هذه مركه رواد خلد انتي هذا الساريتان كيدي مسهلنا إن ديب لو تشبيهي وحلا من هوي صحة وعصا ذنبي قاد قشينا وذنبي صلاة دادينا وإنصحي قيل وحالي لوجه ضعيف أصحابها وإن خاف حتى هذا الضرر ظاهر كبقه وإن روسى على مركه ولا هذا يحدقل تعدي وقريه وطاهرين كريم فإن مات الميتك هذا بنتان ميتك هلا قال إذا هلا طاهر يا مركه بنتان تضرر ظاهر وهذا اللقاسي بقانا ما بلهانه إذا كان بيعيد عني دونتا ما كسار الناس وطاهر النقضه مسحبنتي النجاسة لو كبي ويكوه اللي كرتا فإن ما تهدو من تلم ينزع لغسي بمايو وش لغو كبي على الصحيح سيدة راجحة وهي حكم الحي بولي هايو نبقى وحجري كسر عظم الميت ككسره حيا ميت كاللفتي سول لتشبيو استغو النور لتشبيه الحكم تا حرمدي بولو ذاقا قطي كلا مثلا مسائل باكد شيء فقه هذه قديما ايسو خلافين مسائل كلا ايسو خلافين هذا مسائل يجي كدوان في حياته دي طبقة معاصر كاكين المرء وحيرا هذين مسألة وحفرق فقه هذه القرون في قرن اللباط يسد حاديو مسائل وحلقة دولي تري هذه حبن حبنها كاملة لحد أو جناية لو قويه ننبع قع كاسيو نبتوك قويه انت ايقو قوينا وقبسي صوت قبطو واتكو عشته ويس قبسطي اما قحورا الحد يوقع انت تكل بسيه وحاكر اسية حد سيقويدا نوفين ها اسية وات قبطي واختر يا حواب معمشو واتكتو نك ويس قبسطي لما مسألة أما ستح مسألة وبرها بين أشياء مسألة المروحة لغاها بباب الطهارة حبن كان لقويي إلا سوعليي حبن حكم الميت له أوكوية له طهارة يسير لغيري قعانها ضيحي هل يجب غسلها؟ سيري قعان قوتها الله ما ضر لقي بسحوهم كم يبقوان بينها ويدا قبيسية ويسمينها لغم الهمياه هذه حكم الميت وإقبطات عن دهنه على قول مطاهر بايو ملوت كان كرا أباب الطهارة وحي لحري لنا مثلا باب الطهارة الله واحد باب الجناياتنا هدامت قعنتي لكتي سوق قوستوت كل عشتي قصاص حق مو يرانا يساين قفك لك لغاق بوي ها يا ما يا مرم بيلاد هذه أليق قفك لكتك كاقوية يا قوضو كياب قصاصتين كجو يسين توقفته وكل عشده مرة على القصاص يملو عين كي طريقة اللوجو يهدودي وكبته مرة على طريقة اللوجو مسائل قصاص وكان يتاع مركه رأيتي لي هذا مسائل عصب بايمين وحال يجري مسائل عصب أول بكبرة محاوية مسائل ك قيسك قارعان حبناها ترك وهذا ركتين وهذا نقوى الله طلع له وابننا والله صلى الله رقي الدمر با هذه حبين تران قف لغسو قوي قف لغو طلع له من نجاسه وطامس الطهار وطاوين هذا على ذكي يحاس كيسيس بيسو حلال با هذه حبين تران وطاوين آهين لغو طلع له من نقول إيسا جامع زوجته بذكر غير مرقان إيسا سلدي هر علمات بحكينا حبين كسيني سلد بقفك أصل كسر كذي بعله، بس قفك هذا وكيل ولا شق جري بعله، ودناها ودنا ضفار هذا وحاسين مثلا هذا نات الله كريتو، ضفار هذا الورة كي ودنيه، أصل بحال كي كوشا قين يلا جاس تارنا دمشوي، صلاة دي بكوت كان كرتا، هذا نص ضفار ما تاعي، حالة هذا شو نقول من نقرية، فأنا مسائل كاسو يعني مسائل كان كلاي كنشين. مرجع فقهاء القيم يحللوا يشري كهذا كون دفر أول للحاقيه مرجع وحاله يجري سالك هو اللي بقى ما كمته
جامع زوجته بذكر غيره وقال له هو حرام ما بنا لكن حبنا عطنا كوبو رجع كريم مه دمرك يا رجع الله ولا بوا الله تلالي كنا حليها الله تلالي كنا حبنا عن طرنا كسوتشي ده إبرة طرنا كمالي والله تلالي كنا وحاسبنا هدي الله تلاله ده المهم مع بعض علي مسنك حليها لقى كريم وعند علي أصل كمكور أصل كيف اللي يجي عدي لهاي سعد لفظ قشيب اللي يجي سائر كاسورنا وحي كتلي قمت هاي حبن عن حبناها هاي أما نجس عشرك على كشرته هذا نوعي لفظ قشيب ما كان حكم الطاهر الأصلي بلا من دقن ضرورة بارك أنت طبعا وحي كدبيع يعني إن أنتوا قاعدين في سير عالي سكبويو مت كلو كريتان أنتوا سوق عتديس كهارك أنتوا قاعدين في سوق في عن ضرورية حاجة وباك أنت marka halka waxaan ku leeyahay haday haaji ya daruraa hay ama aynan ahayn laakiin lagu fududaaday hadana wax ka bedelkeedii mihrad ka dhalanayso iyo bar ka dhalanayo sidoo xibin taahir oo leedahay baa loo dhaqmaya saalka saxo farabadan maalin ba suuro cusub oo tatawurki isbedelka horumarka xubnaha si loo talaaliyo si loo kabi kariyo la gaarayo مثال عصب يمر البكريان ويعفى ولا عفنا عن محل استجماره مثال الاستجمارك مركز الحاسو حاجك ولاته قال لي صحراء باب الطهارة وحاسو مرني بيينا لسقى الطاهر سنة وابنان تهي وحان بيها هنا نغحي قري إيو أما وحيالهن حاشرة وكالات الله تلا قليه يقنا والله اسكو الطاهرين كرابا سو مرني هذه بيئة لغو طاهرية وحي بوال لبابيه لكن بيئة دان لغو طاهرين وحي موال بابين ومركي اغير تهي ارتي يشير كيوايا لسوما وحادي اكرتا ان حل قلول اتشوكتو اما ميل قلول اتشوكتو حتى قلول شهوات لديدو دعام بادريري كرسوما وحي قيانكي ماشي صحرانة ورقضة لغو ترتري markii ay kululaatay dhididdo hadii dhididkii ka soo dareeray dhididkaasi ma carfo yahay mise waa caadi midna ma waxa la sawiran karaa saaway hadaba maashan waa la taahiriyeydeedu xukuman sharcan weeye xaqiiqatan ma aha najaasadii urteedii waa baaqi نجاسه هو نجاسه الروح طهاره الروح سويه طهاره اصل كعيد ما نجاسه ما شاكوها في شرح هو عافيه ويعفى والعافيه عن محل استجماره ماشي الحنطه وكترتر نجاسه كترتر ارئي فبقايا وحوكوها رانا عن بابين حتى الشرع هو اسك عافيه لكن يا لو عافيه أذيك عن الحاجة لوجوع في تارة قفك كذا وحي استجمار كذا بدي سكوها لما لوجوع في هذا وحي لا ينمي لأن أذيك حاجة كذا لكن قفك كذا تيس وحاجة وكارحة البشر ما داعي هذا الكلام حاوحة كاني وحاك كاني يسولو حمله أبو حمبار مستجبرا قف نجحي عيد كويستي سيا وراق الحمبارتي فطرت ويبور يسافر أصحي سنة راجحة لأن عفوية الرخصة هي حاجر هذه طاغي أهيدي تيس حاجر الرخصة كعلى محرمين صادرت مستجمر هذه أه طاغة لو عفية تكال إنا القادة ماشا كمتشرتين عليك منك إنا الحنبارتان وحاجية باهي وقلت لنا انت كسوتك إنك مسألة إنه قد رنبعك الله وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا وطين الشارع تدك أوضر إيا قيانك قيا له المتيقن له به نجاسته إن النجاس هي له به سيدب الله عليه أنه فكان يبيهن بدرين سوما إلى ربك قرده qoyaanka wadada iyo doobada iyo biyaheeda la hubo inuu najaasa yahay la hubo ku laga shakisan yahay maaha yucfa minhu waxaa laysu cafiyaa oon waxba laga soo qaaday wixii kaaga duurduura ama yatacadaru
waxay cudurtoodeyna la kari karin alixtiraazu minhu in layska ilaaliyo gaaliba sida badan waxaan sida badan layska ilaalin karin dhib ma laha waa iska cibaadaysan karaa haddaba waddada waad mari lagu dhihi maayo guriga fadhiiso waayo cibaadaadna way kula xiriiraan camal adduunyana waa kula xiriiraa jidkii haddaad soo martana meelaad ka marta ma laha imaa cagta inaad dhash kaga siiso oo wax yar kugu duulo wa imaa marada darafkeeda wax yar inuu kaa gaaro waxaadan iska ilaalin karin baa jira kaa maxaa la samayn xadda aan gaaliban iyo sida badan layska ilaalin karin waa cafi almashaqatu tajlibu taysiira dhamarka ilaahayna qur-aanka wuxuu nagu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay diinta culays idinma saarin haddii la yidhaahdo la cafin maayana waad soo bixi waxay markaad soo baxday kugu duushay noqo soo dhaq waad soo baxday kugu duushay weliba majidkan baa sii soconaya dhaqitaan masaladaasi qaacidada guud maahane asal kala maleedahoo nas ah ha masalada nas bay leedahay waana xadiidka ummi salama radi allahu canha waardaaha oo imaamu axmed abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen sheekh naasirna raxima allahu tacala irwaau lkhaliil uu ku leeyahay waa saxiix xadiidkaasi 409 waxaan aqan kuu sheegaya codsi waxaa yimida meelaha nusuusta lagu tasiixiyay noo sheeg waan qoranaa ee noo sheeg baa itimi talabada qaarkood marka irwaau khaliilka 409 raqamkaa markuu ka hadlay umusalama xadiidka iska leh gabar baa u timid waxay tihi umusalamaay maryo dheerdheer baanu xidhanaa dumar haddaan nahay dee dariiqa wax walba leh najaasadu taallana waan marnaa masesa maradii maxaa samaynaa ma isaga tukan karnaa umusalama nabiga weydiisa slam saasaa qireyta waxay tihi inni imra'atun utiiru dayli wa amshii fi lmakaani alqadib meel wasakhana waan ku socdaa markaasuu nabigu sal slam wuxuu yidhi yutahiruhu maa bacda dhulka ka dambeeyay maraysaa taahirina isaga tukada maxaa loo yidhi ciid kalaad sii martay oo taahirin lilxaraji waalmashaqati wey taan baa la kari karaa haddii kale gabadhii maridii xaydxaydana lama dhihi kara sidii adigoo ordaya oo nabiga wuxuu yidhi yurkhiina shibran waxaa la idan ka tankashifu aqdaamuhunna wuxuu yidhi yurkhiina diraacan laa yazidna calayhi halka raggu geeye ninsu saaqaa laga bilaabo bay dhudhun hoos u sii deynayaan marada gabdhuhu dhulkay jiitami qadirkii iyo wasakhdii oo la maraysa dhul wasakh oo najaasada la maraya maaha oo haddana la yidhi dhulka dambaa sii taahirina iska daa waa cafigii mashaqadii iyo xarajka jira dartii waay masaladii islii hadda waa aragteen baan u malaynaya inaga taabata minhaaj lama horordo isaga keeni wax walba wayakhtalifu xukunku waa iskhilaafayaa bilwaqti hadba waqtiga la joogay kala duwan kow wa mawdicihi min athawbi marada meeshuu ka gaaray iyo walbadani jirkana waa iskhilaafayaa xilliga la joogo waa kala duwan yahay xilliga kulaylaha iyo qaboobaha waxaa qaboobaha la cafinayaa waxaan xilli kulaylaha la cafaynin xilli qaboob oo baraf dhacayo oo biyo inaad istaabsiisaba ay xaajo iyo xaraj tahay iyo xilli kulul oo biyaha istaabsiinaysa aada ku qabowsanayso ood ku macaansanayso dee iska xugu yeelan mayso tanna waxaa weeye waaba ziyaadatu khayrin waay tanna ziyaadatu mashaqatin wey waqtigu saamayn buu ku leeyahy oo mashaqadii baa kala adag meesha ay kaa gaadhayna haddii cagaha hoose iyo marada hoose loo golaaday koofiyadda igaga duushay waa naadir bay dhaheen naadirna mashaqo iyo xaraj ma laha iskaba dhig koofiyadda maro koray ku duushay markaad tukanaysa iskaba dhig shaatiga iskaba bixi inay marada marmar gaari ku dhufta iyo maahane dhulka aada socoto inuu garbahaaga iyo madaxaaga ku duulaan waa shay naadira naadirna rukhas uma baahno xaraj ma laha saas yii wacan qaliili dami lbaraadiisi waxaa kaloo la cafiyaa masalo ka horeysaa jirta oon soo marnay najaasaadka markaan soo maraynay cala almadhab cinda aljamaahiiri waqad xukiya alijmaacu culimada qaar baa ijmaac soo guuriyee najaasatu dami wey dhiiggi waa najaasa dhiiggii najaasada ahaa qayb la cafinayaa lagu sheegaya haddana wacan qaliili dami albaraaqiisi xayawaanka baraaqiista la yidhaahdo waxay yaryaree dhiiggiisa waa la cafinayaa baraaqiista bahal inagu aan nidhaahno soomaalidu taxi ama injirboodo la yidhahdo ma jirtaa
taas asalaan faraaqis leeyahay laakiin xukunka gudaha waxa loo jeedaa tan iyo kaneecad iyo wixii la midkaaba loo jeedaa waxyaabaha aan dhiig dareere lahayn dhiiggooda yar yarkaasoo najaasadoodu macfi maahayn weeladay ku dhacaan xadiisu zubaabna aan ku soo marnay iyagana dhiiggooda yar yarkaa hatuugu gaara cafis waaye waxaa kaloo la cafinayaa wawaniimi zubaabi taqsiga xaarkiisa taqsi xaarka horta yaa haddii daqsi kugu xaarin daxaarka wax la taaban kara maaha waxaa looga jeedaa waxa najaasaadka ah ee dareemayso laakiin ilina aynan qabanin gacanina taabanin waa cafis daqsigu adoo arka mararka qaarkood intuu baktiga iyo saxarada ka soo duulo wuu kugu degi markuu kugu dega qabow baa dareemi wax qoyaanee wax la taabsana malaa soma dhacdo saxarada daqsina lama arko kolmidaan u garan maayo haddii bahallahan wax waaweyneeyo lagu eego in la arki kara ma aqaano laakiin dad badan baan weydiiyeyo waxaar daqsi baan arkay yidhaahda ma arag ma aragta ninku weli ada arkay ya hade waxaa aragteen un yar qaanjeer yaro qoyaankiisa u maaysan sooma biyo miya madow miya masaacadiin haddaba waxyaabaha sax u yaryar ee najaasaadkaana cafi wey in dad badan baa haya bosbal inoo soo sawira isagoo xaanaya ma aragtaa ayib wuxuu yihi wad asaxu sida raajixa ah laa yucfaa la cafin maayo can kaiirihi kiisa badan hadduu meeshii ku ilmo dhalaba oo meeshii oo dhanba uu qabsado cafis maaha walaa qariirin wax yar oo inta sharaf fiday bicaraqin dhididka intaa dhididay dhididkii raacayna cafis maaha watucrafu lkatratu badnida waxaa lagu gartaa bilcaadati curfiga dadkaa loo celiy waxaan badanyahay ma yaryahay hadda meeshaa joogta sida looga yaqaano xunkeeda qaadanaya intii dambuu nawowi ka daba tegay raabici sida yii qultu waxaan yihi allah saxu cinda almuxaqiqiina muxaqiqiinta agtooda waxaa raajixa alcafu mutlaqan in la way cafisa inaan la kala qaadin maxaan la kala qaadaynin waktiga sayf iyo shitaa qaboobiyo kule inaan la kala qaadin dharka meeshuu ka gaaraya jirkan aan la kala qaadin yaraan iyo badnaadna damulbaraaqiis aan la kala qaadin wariig xaar deexaad ninka la yidhaahda daqsina aan la kala qaadin baa raajixa waayo isagoo badanba in la arkaa naadira wax naadira axkaamtii marka in laysku dhibo sax maaha waxaa kaloo la cafiyaa wayucfaa waxaa la cafinayaaba ladaba socdaaye wadamulbaraaqiisi wadamulbataraati fiinanka jirka ee layar burburiye dhiiggoodu kalbaraaqiisi buu lamid yahay bahashii tagfiriya jirbuudeed buu lamid yahay fiinanka soo baxbaxa bataraadku waa fiinka jirka ka soo baxa culimada qaar waxay yidhahdeen maya jirkoo dhan maaha waa kan wejiga ka soo baxa keliya ma jirkoo dhan fiinanka ka soo bixi baxaa mise waa kan wejiga ka soo baxbaxaa laysku hayaa kaa soo baxaya intaad bururisa dhiigga yar ka imanayo isna kaa yar cafis weeyaan buu yidhi waqiila waxaa la yidhi in casarahu isagu hadduu maraan maro jejebiyo falaa la cafin maayo waaqil daciif wajfi madhaba isaga ka la jebiyo iyo inuusan nijaaso aha inaan dhib lahayn asal ahaan waxaa uu daliil ay yidhaahdeen asar sanad saxiixa kaga sugan ibni cumar radia allahu canhu waardaahuma in halkan fiin yar ka soo baxay fiinkiibuu jejebiyey dhiiggiina wuu iska tukaday oo kama weydiisanin labada farood buu saa ugu jebiyey dheen uma sallaa walam yatawada asarka bayhaqina fii sunanihi buu ku wariyey ibn abi shaybana fi lmusannaf sheekh naasir raxima allahu tacaala silsilat alxaadiis daciifa 472 xadiidka markuu ka hadlayo buu asarkan keenayaa sababtoo asarka sanadkiisana halkaasuu ku tasiixinayaa qaar baa waxay yidhahdeen intaa keliya maa xadiis baaban ahaynaaba nabiga sal ly slam asar ibn cumar maxaa loogu wareegay waxay yidhahdeen xadiis waxaa jira ulunasaa'i iyo ibnu sunni kilaahumaa fii camali lyowmi walleylati ay ku wariyeen xadiidkaasoo leh aswaaju nabiyi qaarkood baa waxay yidhaahdeen nabigaa ii soo galay sala allahu calayhi wasalam
أنا وفرتيدا فين يرى صوب بحي وقد خرج من أصبعي بثرة بثرة مركز وحجر ما فين ما كاسو بحي كعن مكاسا وحان لها كعن توساري مكاس البربريي حتى الأهداب يقولي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي إلا واحد يقول حبوي ويركي وين يو وش وين يريو وحنا غيره لكن الحديث هو ضعيف وما صحيح سلسلة ضعيفة أفر كل حين يسجد بكيريسا طيب وحلو والدماميل والقروح وموضع الفصل والحجامة قيل كالبترات يلا متى انت صوتني وحلو والدماميل بحث النذوى وين يا والقروح بوغها تعانك له وموضع الفصل ما راها الله اسكدر عن ضلي يا والحجامة ما شاء الله اسكدر وضي قيل وحالي والضعيفة كالبثرات لمتها وعبس والله صح وسيلة راجحة إن كان مثله يسوى كالهدوياه يدوم غالبا انت بلن متشوك تنقل ياه فكان استحاضتي ليك استحاضتي اللي اسكدر قيل اللي اسكدر طاهرين وإلا فكدم الأجنبي هذيك رديك أجنبي وقف كركاس والراعب والمدي هايو فلا يعفى لا عف الماي وقيل وجهك ضعيف وحال يري يعفى عن قرينه انت سير وعفي انت ووحي رافع التقريرية في المحرر رحمه الله تعالى فريد دماميل وحال يري هذا بحذنا وأوين النقان فينا كمعه قروحنا وحال لغتي إذا بوقته طعام يا ملح يا وحش كتشري يا لطع بوضع موضع الفصلنا تلك مركب الله تشيح ضرام دلك ملي قانا مقع كلام ليه إن الله يسر صار قبع مركب قاتل صومالي وسر صريتان بيسكو دويسة صومة أما عروش على سكتر صار أما بودي على سكتر صار أما قعمه أما دامنك وشعور تقارطوك دامنك وارك تنصومة كثر عن شيء وحب حسين دي عن شيء وحب حسين مستوعات قارطوت السودان كان يسكد على دلال السسر صارين معه نيرها سمرك الله صار كدب إيه قاسي معه إيه بافو يا ديالة ملوت كترا وحاكم إذا وعد استوبتي توبينكي وعلى الصار إيه جينا وعلى قاري ماشي نظر كلا صار إيه بافو هاري كاي ساقنا كورم وحيري وجه ضعيف وهي إن بصرات كي عفق هذا مطلق الله متها لده وحاكرة وجه ضعيف إن لك قاضوا له هذا وحي يرير وعفس وحي بذن معهنا رافع وحور الجحي مذهب كينو يهي نجاس أن عفس هاي هديو يهي متشوكتو بذننا سيدي باستحامل بعد سبع اسكا طاهرين هديو كالانا سيدي قف جنبي واستاواتين وإيق لها إيق سوكو مرون نجاسو يهي قلت عنه وهذا الأصح سيدة راجع سيد رافع الشيخ ما أنها كالبثرات سيد فينا كيف يلا بضع حكم تايوي والأظهر سيدة راجع حانا تامس ألنا وحكا سكونا مي سيدة كالولا فرض أظهر سيدة راجع العفو اللي سعى في يوي عن قرير دم الأجنبي قف أجنبي والأذيق عين دي قيسو يرى فتاتي عفسوي وإلا ببراغيس بسو أجنبي دم الأجنبي ما باشا انجلتا محيدا مايا ديك ديك قال لك انت وهي غالبا فديك كاي ميدوي كدي وحال الى كودودان طيب يلا مركو قال يا كمن نقدي سو ديك يا اجنبي نقدي مو هي لا كتر سنه ترى تو داي مران كاسو كليتو با كتر والله اعلم والقيح الملحر يا وسديد دعانك كداتا بوغها كدبي ديغي لميدي نجاسته وايا لبودو وا ديغي سبدلي ملحر marka hore dhig bay noqotaa marka dambay malax isu beddesha haduu dhig asalkii najaasa aha farcu najisi najis way asalkeedii najaasa haduu aha iyadaa farca waa najaasa way malax wasadiduna waxa la yiraahdaa dhacaanka ka daata markii waxaan u dhintay iyo meedka dhacaanka ka daata iyo baa la yiraahdaa waxa saas oo kale taana marka hore dhig buu aha ii goon ba tirki shuuq ayaa oo dhacaan isu bedelayaa yiraahdeen wa kaana waxa la mid ah ma'ul quruuhi boogaha biyaha ka daata malaxda ma marba biyaha ka daataan
waxaa la mida walmutanafitu midka soo humburay alladii lahu riixun ur leh meel markaa yar gubato ama intaa gacanta shaqaysay biyo galaan soo ma dhacdo mutanafit waxaa la yidhaha meesha soo kuusantay waay ama dab taabtay ha usoo kuusanto ama si kale iyadoo biyo galeen ha usoo bararto ama shaqo aad ku qabatay ha la soo kuusatee ha alladii lahu riixun soo uraya urteedu hadday isbedesho wakadaa bilaa riixin hadduu ur la-aan lamid yahayna waa lamid fi ladhari sida raajixa sababtoo mar hadduu urtii isbedeshay sidii daakhilka wixii galeen mutaqayirkaabay la xugun tahay qultu waxaa ihi mar labaad almadhabu madhabka sida raajixa tahaaratuhu weeye wallahu aclam inay daahir yihiin weeye waayo khaarij min asabiileeniy nijiskaan soo marnay midna maaha hadday qeyx iyo sadiid noqdaanna istixaalaa ku dhacday oo jinsi kale u wareegay waxaaduu jinsi kale u wareegana daahir buu noqdaa soomaalan arag ilmaha calaaqada markuu yahay dhiiggii caloosha ku jiro kadib markuu mudqatan isu bedela daahir buu noqdaa markuu calaaqada ahaana nijaaso weeye soomaa arag buu mar hadday istixaalo isbedel dhasho taqayara alxukmi walow salla hadduu tukado binajisin wax nijaasa hadduu ku tukado lam yaclamhu uusan ogeyn najaasaa jirkaaga ku taalla mana ogeyn waa tukatay markaa tukatay kadib baad ogaatay wajaba alqadaau in la qadayaa waajiba fi ljadiidi qowlka jadiidka ah wain calima hadduu ogaa najaasada uma nasiya halmaamo wajaba cala almadhabi madhab ahaan waajib bay ku tahay inuu soo qadayo masalada hore aadan ogeynba waad soo qadayn cala aljadiidi weeye qadiimku wuxuu leeyahay maya lasoo qadayn maayo waayo wixii aadan ogeyn mukallafka kumaadan ahayn mar haddii aadan ogeyn oodan mukallaf ku ahayn salaadiina aad tukatay salaadaadii way asaxday soona celin maysa hal xadiid baa labadaba la deliishaday xadiidkaasi waa xadiidka abi saciid alkhudri radia allahu canhu waardaahu nabigeennana calayhi salaatu wasalaam laga wariyey inuu isagoo kaba qabo salaad galay salaada dhexeedii buu kabihii iska siibay saxaabaduna kabihii bay wada siibeen inaga kaba haddii lagu tukado waaba dil soo maha salaada dhexeeduu nabigu kabaha iska siibay sal sl saxaabaduna waa siibeen markuu salaada ka baxay buu raggii wada kaba siibtay arkay wuxuu yihi warwaadixaad kabaha u siibteen dee adoo siibaanku aragnay annagana waa siibnay baa la yidhi wuxuu yihi jibriil baa ii yimidoo wuxuu yidhi saara kabahaaga nijaasaa ku taalla markaasaan iska siibay xadiidkaa wuxuu ku tusayaa intii hore nabigu ma ogeyn uu nijaasan yahay wuu iska siibay salaadiisii intii uu ku tukaday iyagoo najaasadoosan ogeyn way asaxday kow ma soo bilaabin salaada ka baxa ma dhihin salaadaan ka baxano qayb baan salaadaydii kaba najaasaa ku tukadaye haddaan alif ka soo bilaabaynaa ma dhihin qolada kalena isla xadiidkay deliishadeena waxay lahay nabigu kadib buu wuxuu amray qofkiin ha xoqa kabaha amarka waxaa la isu siiyey marka horeba iska hubso inuu daahir yahay bay ahayd inaadan iska hubsanin daahir taqsiir iyo tacaddi adoo aad samaysay waa daahirka naska haddii la yidhaahdo qadiimka u dhow ficilka nabiga sal allahu calayh wasalam qaacidada cudur jahliga in laysugu cudur daarayana masaa'il badan oo salaada la xiriiray jahli ku cudur daarayaan nusuusna tilmaantay oo aan arki doonaa wain calima uma nasiya hadduu ogaa oo halmaamay wajaba cala almadhabi way waajibaysaayo isagaa khalad sameeyeyo dee maan iska daahirinin kadib maalifku wuxuu yihi faslun weli wuxuu ku jiraa mubtilaatu salaa shuruudii markuu dhameeyey buu halkan wuxuu galay mubtilaatu salaadka qawliga iyo ficliga ah iyo waxyaabaha karaahiyada ee mubtilka ahayn kuwani ma dhib badnee si fudud oo deg deg aan ku dulmari doonaa masalada koowaad waxaa weeye hadalku salaada wuu buriyaa hadal iyo kalaamku salaada waa buriyaa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka waa ku sheegay nabiguna waa caddeeyey awalu lislaam iyadoo salaada lagu jiraa la sheekaysan jiray oo gadaal markaad ka timaado allahu akbar markaad xirato waraa imise raacdood bay dhaaftay baad dhihi jirtay markaad taa kadibna bal warran oo reerihi ka warran oo caruurta ka warran baa laysdhihi jiray waxaa soo degay qawluhu tacaala waquumuu lilaahi qaanitiin
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله ألو استعد قانتين أي ساحتين إذنكو عاموسا سيدي صلاة الغب اللعبي إلا عاموسا نقول عليه الصلاة والسلام صحابة ذلك وحيدا لين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام هذا النوان لقم ممنوعي هذا وحكست وهذا النقضعي صلاة وجبنا يا إلا بدليل قاعدنا مكان قاراته وهذا ليس هذا المحل إلى هذا إذا نحاب من نهينه ليه ما ينه بحيث يصير النحاب هو اللفظ المفيد المركب بالوضع كوا كلام اصطلاحي والنحاب الخاصوي وحكاه بكاه الضوناي وعرب كان هذا الكعام كامل إحكام القصة ليس نغدوا نكي يحد الكلام ما أفاد المستمع قفك لغي سنة وشي وحكا فهم كلام كير تعبير كلاه ذكر محوسي إنه وحس فهنسيان يسو الشيغان هذا كلامك ووحي كاسو بحي أري أه إيه معنى اللي فهمي يش معنى اللي فهمي حرفنا ونقن كرا لما حرفنا ونقن كرا صادرت تبطل صلاة وابرتان بالنطق إلى كوها رشو بحرفين لما حرف سيدا غالب كان لما حرف ولا فهما انت بلن بلن معنى ياشان ما دام هذا الانيهين هذا الانيهين وكل ربوبيا صادرت صلاة ويتبنيا أو حرف أما هل حرفه مفهم وفهنسية هل حرف وحما فهنسية ها حروفتا كلمات كاليرا عاش امرك كتم هذا كلمه اللفيف كمفروقه كتم هذا هل حرف بامرك ذو حكوفا يسا اما ان تدعي حرفك مركي ثلاثي هي فعلك اول كان حرف علي هي اخر كان حرف علي هي وعا يعي عي عينك كليا ويلا وحفانه وقا يقي ق الى علي marka markii ay labada dhinac amar yimaado kan horana uu bixi kan labaadna uu ka akhirkaana uu bixi ama ka akhirka amarka waxaa lagu jazmiyaa bi hadfi xarfi illati soma jazmi amarka la tagay wa amma kan hore muda amarku wa mudari xarfu mudari'i laga gooyay حرف المضارع مركم معتل الفاية هي مضارع لو بدلنا حرف المضارع حرف إلا هارو صارا كوا صاري أمر بانوسي بدلي حرف المضارع عنك تخلصي ما يسوى هاري عين الكريمة كريا يسوى هارتي أو حرف مفهم هل حرف وحفها نسية ومعنى اللي فهم لها دوية هي نواكا ويوم فهنسية وكذا مدة تشيدد لأيري حرفكي بعد حرف حرف جناشي هداد مدنا والله مثل صح يصير راجحة وهي من هداد مدو أما ألف والنقن أما ياء والنقن أما واو والنقن ولذلك صدح ذا حرف حروف العلة حروف المد بقى جمع سات حروف العلة مرك اللي يلا هذا واو ياء يكسر مرتاح صوما ألف حروف العلة يكسر تاع هدا همزة ده رماية هدا ألف ده أنا ها لكن أصلها إما من واو أو جاء واقعدهن مركب وحارة وعنانكو إلى هذا الحروف تنسدح لها هذا الحركة الفتحة يرقى يا رئيس ألف بيسو بدل هذا الكسر له إقرأ يا رئيسان بحيسو بدل يا بيسو بدل هذا الحركة قدال كيسان يا رئيسان تبطل بالنطق بحرفين سألو مدهن وكذا مدة بعد حرف في الله صحيح حرفين كيسو تغياني حرف كان كنا واغلي يا رئيس حرف كذا شيء لما حرفنا يقن ولا صح وسيلة راجحة أنك نحن حق إن أتراض والضحك إن القصص موصوت كما قصص كما وقلوي والبكاء إن إذا أتراض والأنين إن أتراض إيه أتراض والنفخة إن النف نفسه طوف فوف نهض إن ظهر به حرفان لما حرف واحد من هذي كسر بحان بطلت صلاة وجريسة تذكروا انت واو غلقا كرنا صلاة نحن نو وإلا فلا حديك لا سمايا
فنحن حمنا تراهضو قرار بو احتسو الريبي دوراية دي وحيو لي أفر حلوة حرفية كفر أما هدا تراهضو وإن سحوه كلام آد واضح وماها لكن حد كلام محكوفة هنسين شريعة ما أصل ككلمة دو إن بضان لو حرف أي سقي من ترتي والله ياب إليه ضحك يا قصر كنا صلاة دينو تشبيه ابن المنذر رحمه الله تعالى وحسوه بوريه إجماع أهل العلم أهل العلم ونكي كبك قصر في غزية صلاة نحن يا رب إنه صلاة بكتش عيسو مالك قارك الإمام كيو أبدا عنها لرها أكد علي إذا كان قصر يسوى الله يا رب والقصر يسيوه فحانا قد عماري نبانا تقيه مساجد صلاة مولو تكتش صلاة المركو قالي وصلاة سرية وسهوية سبحان الله ذا ليري دان كاسو تسوى تسوى يوليها تبكي قيب فضل وكمدة قصر قال لي يا عم فضل قصر ويا قادم يا مركو يريد مركة صلاة دا هدية قصر شو معذر دار بالله ذا ومكاتن بليه مسالك هاي رضا بيان لكن أصالك قصرك وإجماع أبو يريد شبيه حنفية ذوي وكبر يا أبو ويسري حتى يكاشف هذا قصر صلاة الأحياء نجي مو قصلا ويسري حتى يكاشف صلاة كذا بيريو والبكاء وينت ده وينت واو الله راعي هذا المير القبيب نودي مكلف بدي هذا المير القبطانة وينت نوى قال وحرف فتيكس وبحان كلام كي صلاة تشبيه يا الله تبي أنا طاهرة والله مي والنفخة لمن نوع بسوق الخورر صلاة دي كل حسين حتى بال خورا كل فتاي أما صلاة دي ما أرد كغسو قارتي عم تشارن تلا أرد كفو شيو هي ما تلح تريد أن أقول كل حنو فوفو فتري حتى الله وحرف واحد أنا وكسو بحان صلاة دي ما تشيري في دارين وإلا فلا دي كلام ميا ويا الله وحرف انت قياسا على الكلام إليه ويعذر والو عذري في يسير الكلام هذا اليد إن سبق لسانه عرف في سادو صوت عفو يسوي يسفلي إن عبد هذا الكسر فكذا وحير عذر دار بوليه أو نسي الصلاة أم إسهل ما هو صلاة الكتري أو جهيل أم من قرنين تحريم هذا الكهد حرام حرام يهي إن قرب عهد يحل لسادو لو يهي بالإسلام إسلام لا كثيره هذا الكبضني في الأصح سنة راجع عكس ما هذا اليد هذا نقول إنه حرام يهي أما هل ما أنصت هاي صلاة إنك كتشرت؟ أما بع وكاسو فكره أنت بواعبس. صوف كشر وعبيك أنت. صوف كشر. أدوب صلاة إنك كتشرت. حارت قصتي. أدو هلا يوم عاد سرقتو. عقلنا يوما تراويح تكرهني. إنه اللي يرى لي تراويح عقل. لا والله على تكرهني لا بمرك تكرهني وهو يستعجوتي. قرادي صف قرات شوفتي سبحان الله حتى ما ينادين فرعدي صدي حد من التقي مركو دمبيي بو يري تي افراد بو استاري ما شافك يا غشادون ادو غري جيري قرب الى قرب ابو فوري عليس سبحان الله سبحان الله هذا يري جاب وحو قاطي تو صدي حد انو استاري تنوا في افراد استاري زو مدام تي ولا سبحان الله الله دين وحو الواد استاكتي فان صدحار يتو افراد افر عود اسراعي تي افراد مركو تكري بو يستاغي حدانا سبحان الله سبحان الله من هذا يوفان بيكا هماشا باي تحكين وعي حوري هاي خمسة فرطاني شو هاي ربيتي شراب هاي عدد تكفيس باي تحكين وعي وحاك الله انه قبصتي نمبا تراويح تكري يددك لأنه نك الله بعد اللي تكلي يا جلاش يسوع تاجنا نصفه هرا كتير وقرآن كحديثان أدنى عن حديثين بعد نك إمام كعلى والصحب وقبط ما لك واحد صلاة سورة يونس به إمام تقول ده جيستي وأركان نك كان إنه خلد يو وكسر عليه هذا هو قبط تقول ده جيستي وكسر عليه مرك الله بعد هذا هو قبط نك إمام كصحي عيل باين تابع مرك من كان إمام بخال دايو مرك صلاة وكتر وحلية وقلية سنسان الله إمام في برك سدح الجودة قيسي وعبك ومن يقين أكسو عليه منك إنت سحتي وعيد ولي صح صح
marka sabq lisaanka aad oo xaaladaad gashay waa dhici kartaa. saa darteed wuxuu yidhi wayucdaru, waa la cudur daarayaa, fii yasiiri lkalaami, hadalka intiis hadalka yar, in sabaqa lisaanu carabku hadduu ka badiyo wuu kaaga dhacay, afka carabkaa kaaga dhacay. waa salaad baad guriga ku tukanaysa mararka qaarkood, ilmihii waxsan a waa tiridaad a hadal la fahmi karo, laakiin sabqu lisaan waay waa lagu casay. aw nasiya asalaata, salaad inuu ku jiray buu halmaamay, telefoon baa kugu soo dhacay, intaad halmaantay isagoo telefoonkaad aada kurbo ugu qabtay baa halow tiri, kaasaad xusuusatay dad haddaad ishalmaansanayd yucfa can yasiiri lkalaami. dhe marka hadalka inta yartaa waa lagu cafinaya. aw jahila taxriimahu, hadalku inuu xaaraan yahayba ma ogaba. tan xilligii nabiga dhacay sal alay wasalam, xilligii nabiga mucaayatun alxakam baa soo galay oo aan ogeyn in hadalkii la mamnuucay, isagu wuxuu ogaa iyadoo salaada la galo, la iswaraysto oo la sheekaysto. aayaddanaa soo degtay saxaabadii amar baa la siiyey, aamusa la yihi halhadina, salaadii buu soo galay, allahu akbar buu yidhi, mid buu la hadlay, wuu ka aamusay, waa la hadlay, dadkii oo soo fiirfiirin ayuu arkay, wuxuu yihi waa sukla ummaya wayadii wayadii maxay la soo fiirfiirinaysaa waryaada, markaasaa gacanta loogu ishaarayo, markaa arkay inay aamusinaya maa iska aamusay wula aniga. salaada markii laga baxay nabiga ii yeero ima canaanan wuxuu yidhi buu yihi, salaadani waa dikri iyo tasbiix, hadal dadna looma suubato looma ogolin. haddii aad salaada tukanayso dikriga iyo tasbiixdaa ku dadaal buu yihi. nabiguna ma dhihin salaadii soo celi, waayo ninka taxriimka ma ogeynba. hadday dhacdo qof aan ogeyn sida in qaruba cahduhu bilislaami, islaamka uu soo galay baaba dhow, ama mid hadda soo islaamay wax ma dhaamo oo meel diin iyo wax laga yaqaano maba arag. idinku ma sawiran kartaan jahliga ummadda muslimka iyo caalamka ka jira, waxaad sawiran kartaan ma aha. muslim dhan oo magaalo degan oo wax salaati loo tukada aqoonin ku jira ma aragtay. xadiidkii xudayfa nabigu ibnu maajah warinaya waa kii yidhi, waxaa iman doonaa waqti maa laa yudraa, maa salaatun walaa siyaamun walaa sakaatun walaa nusukun, laa salaa walaa xaj walaa soom walaa zaka, midna aan la aqoonin. qofka waayeelka wuxuu odhanayaa aabbahay baan maqli jiray isagoona laa ilaha ila allah baan maqli jiray. silat ibnu zufar baa xudayfa ku yidhi, laa ilaha illa allah waxa intaaba la gelayn maxay taraysaa. xudayfa waa ka aamusay, waa ku celiyey, waa ka aamusay, waa ku celiyey. wuxuu yidhi tunjiihi min annaar, naar bay ka badbaadin. intaasaa awooddoodaa suuradaa xudayfa xadiidkiisu sheegaan waa arkay. jamhuuriyaadkii soofiyeedka gumaysan jiray nimankii bosniyaanka ee bosniya ka soo qaxay lixdan jir baa waxaa tahay maxaa tahay muslimaan, khamri inay xaaraan tahay warmahayo, oo zina xaraana ma yaqaan, oo salaad baa la tukadaa ma yaqaan. dadkaasi kitaabka musxafkaa 70 sano jariimo dembi laysku dilay ahaa. musxaf ninkii lagu arko nin baa wuxuu nooga sheekaya musxafaan abbay ka dhaxlan haysan jirin, seed u akhrisan jirtaan dukaanka shelfiska gadaashoodaan maalintii gelin jirin. habeenkii markaan guriga nalka damiyo baa intaan faynuushito busta isku dadaan hoosteeda ku akhrisan jirin. waa dadka heerkaa soo maray. muslimkuba jinsiyad buu haystaaba, hadaa serbiya muslimaan, muslimaan buu ka haystaaba, wax aan muslimaan ahayn xataa shahaada ma saxi karo. muslimaan maxamed rasuul buu ku dhihi intaa wax dhaafsan oo isgaranaya male. markaasa waxaa dhaga leen dadkeena culumay ahaayeen, mujtamaceeni mujtamac xor oo diin iyo cilmi soo gaaray inay ahaayeen, maalinkaasoo kale waad garaari. marka qof aan aqoonin haddii la helo waa geel jiri, geela suuqu dhex dhashay wuli waxaan geelahayn ma arag, isagoo yar oo afar jira oo qaar qaawan sidii dhakalka geela loogu dhiibay baalagu tukanba ma aragno, meel salaad iyo diin lagu hayana ma arag. dee reer geel dhanoo miyaad aragtaan, waxaan joogay reer geel dhanoo janaaso ka dhimatay noo keenoo nala aasagin, kaasaan nidi ma ku tukateen, kaasay dhaheen haa janaasadii seed ugu tukateen. nin baa wuxuu yidhi kuwa janaaso ma yaqaanaan aweydiin seed ugu tukateen, laba ragcadood baa ku tukanay dhehen. wuxuu yidhi ma rukucdeen, haa waa rukucdeen, qur-aan sad u akhrideen, faatixadiida imaamku kor buu akhriyay, aamiinna waa nidi waay. waa reer dhan oo soomaaliyeed oo mawlac u oodan yahay. marka nin baadiyo duur geel iskala jooga maxaad u malaynaysaa,
أدورك إسك حماشو مالها وارجيه قف هذي دعوه وسن أبين حرام إنه يهذا الكي سلام سوي صحيح لا كثيره في الأصح سيدا راجحة هذا هذا الكبدية دي صلابي بكرة ترى يا أبو جيه مسألة ناس شافعية دي سكوبة وافقين مدام في الأصحيه رك بدر أي سبكي الإمام المتولي يكمدهين وحي راهدين كثير إيا صغير مكة لها مرضى سبق اللسان يا النسيان يتمادو ما والله كلا صار وحي ريا وحب غني جهري ودو يماد وحديث القصة دول يدين والغرين دول يدين نبي والله ورق عدود بوتوكري salaadii uu ka baxay uu istaago halkaas oo fariistay oo dhinac u dhigtay gacanta barkaday waa laga hibeystay cid ku dhacda nabiga la waayay duriyadeen baa rasuulkii ilaahay oo miyad hal maantay buuri mise salaadii waa la gaabiyay ninkari waa hadlay ugu dadkii degdegay oo dhanna waa baxeen salaadii qasaratay salaad oo salaadii lama laga dhigay wala yaacay la salaamu calaykum dhikr min alqaar dida warigii way jireen dirigta albaabka kugu jeeray way jireen markaas wuxuu yiri lam ansa walam tuqsa mana gaabin lamana gaabin anama halmaan wuxuu yiri balaa qad nasiita waa halmaanta marka nabigu dadkii kale u lahaday asadaqa bilyadeen riyadii wuxuu sheegay barun baa kaasaa la yiri haa waa run wuu soo kacay oo labadii kale ugu dhamaystiray intaasoo hadal ahayd nabigu wuxuu isu haystay salaadii uusan ku jirin oo uu halmaansana ninka bilyadeen ee la hadlayana ma garanaynin xaal sida uu yahay dadkii surcaanay banaanka baxay qaydiyay yiri qasurati salaatu qasurati salaatuna soo celiya waad hadasheena waad qaydideen lama dhihin qaliil alkalaam iyo kahiir alkalaam inaan la saarin bay ku tusaysa walidaalika qaarkood markay qadiyadan soo guriyeen waxay dhaheen wajkaa kala tasxiyay waxay dhahen wafil jawaab can qisati dilyadayni takallufun jawaab in laga bixiyo qisadaas oo kalaamka qaliil alkalaam lagu koobaayay تكلفي اسقص بدن يجبنا درب ملح قدير بدن باكو جره وفتا نحنحي احنا تراضي ونحو يحل مدى للغلبة عبدو كاقا ابن قدود هندي بويدو يو تعدو للقراءة اخر سكيبين وكوسو رجلي وايو رونتي يعونوه سحرانا اجرنا والي وقل يحي للجهر قراءنا للجهر تضرته في الاصح سيدة راجحة قراءة سرية لدن اقريب ويدو صلاة دين الضرورات كذا أي كمتها أي وقتها كرتاي ولا عفية وارتكاب خلق الضررين وان لكن قراءة الجهر كذا هو السنة جهر لا موضوع وهذا الإمام أهانا قف كلا تشيله وقري وكلام صومر بيلاد حال كلا الله ياي من ترى على حالك كم تشيله في الأصح قول كلا قال كلا رجح يوحي له ما يا نك إمام دويا يجهر بالقراءة وشعار الصلاة وي. شعار صلاتنا waxa ka mid ah daruuradeedii sunan baa wadad loo leen karaa dhig loo banayaa waa dhig jirteen sunna ay xamin loo banayo maxaa diiday aadanku waa sunna dheen qoyo jamaacadu qoladii ka tagtana waa la dagaalamay hadan sunna ba dhig loo banayay sunna ay xamin ay banay weeyay baa ku jirtay ila ala kulli hal wala u kuli hadin ugu qasbo calal kalaami hadal batarat fil adhari sida raajixa way guraysa oo salaadii ku jira hadii lagu qabto ila hadal wariyaa oo hada shahayya atiraado salaadadii waa buraysaa waayo salaad qof ku jiraa in la yidhaahdo waa naadir bay yidhaahdeen waa naadirullaa xukma lahu walow nataqa hadduu ku hadlo binaqdi lqur'aani aayad qur'aanu ku hadlay biqasdi tafhiim dadka inuu fahansiyo ujeeddadiisu tahay qof uu rabaa wuxuu nagu sheego yaa yaxyaa qudi lkitaaba bi in buu rabaa kitaabka qaada inuu dhaho hadalkaasi yaa yaxyaa qudi lkitaabada la fahmi kara wa haddaad qur-aan ku hadasho qofkii si aad u fahamsiiso kayaa yaxyaa khudil kitaaba weeye in qasada hadduu ula qasda macahu maca atafhiim fahansiintii qiraa'atan qur-aan akhrisna niyada hadduu geliyo lam tabtul ma burto qiraa'atu lqur'aan kuma burto wa ilaa batalat haddii kale way buraysaa haddii kale way buraysaa haddii qasadka qur-aankuna waxaan soo marnay horey u soo marnay adkaartii qofka junubka waxa xaraamta ka iyo markaan soo maraynay qur-aanka iyo adkaartiisa in la akhriyo laa biqasdi dikri adoo dikri qasadkaagu ahayn ee qur-aan qasadkaagu yahay akhriska ma bannaan qasadkii iyo niyadu saamayn bay leedahay haddaad aayaddan akhrida qur-aan akhrisna ula jeedana xukmu qiraa'ati lqur-aan bay qaadan haddaadan ula jeedinna xukmu lkalaami alcaadi bay qaadan qasadkaagu haddii aad wax kale fahansiin kariya ujeedo nin iska hadlay baatay salaadaadiina way jag
لكن قراءه دولتي هذا بالمال وحاسوا عن أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كسر باكر سوى الصلاة بعدك تكين أيضا فأنا الخوارج أصوى قالي فناداه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وبين معنى مشرك باتين حلكتك ويا لك معنيس هذا سكو أخري علي ما صلاة سوى كتر وكتر وحوري فاصبر إن وعد الله حق سكاسا يقول وعدك يا بلنت إلهي قاري حق وعي آيات بوكتر وعي سوما كان آيات بوخري لو رأى الجواب يسوى هاي وحي لا يمحن فحن بارا إنا بقصد القراءة القرآن يوجه ومن وجهه مقابل 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 كقول كاسوحوليه ما يقول مربى قرآن هذا آخر ذو قرآن وقرآن صلاة الشبين ما يقول قرآن ولا تبطل مبوت حد أثر كاسي حديثة يعني ذي كهر مامنة لباكو نفر بقول لحظة لي السيدين إرواه الغليل كان ممتغ إيسان أبوابت على أمره قاله ولا تبطل مبوت بالذكر والدعاء ذكر الدعاء له أكبر يسوع برهن هذا آخر ذو أدمنا أذوق بالله إذا هم غضي صلاة دوكم أبورتو ما بقى أنا أمري صلى الله عليه وسلم أجري فليدعو بما شاء فليدعو بدعاء أعجبه إليه ما هذا باب قال الله قري ذكر الله التصبيح يتهي نقول عليه الصلاة والسلام أجري إنما هو التصبيح والتكبير وقراءة القرآن ذكر قرآن نبع قرآن باي إلا أن يخاطبه إنه قف ذكر يقول هذا يا مايل كقوله لعاطس إنهم بصوضيب كجري يرحمك الله الله أقولنا عليه سواء ذكر يدعو لكن خطاب آدم كجرة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ضد إلا الله لنا والذي ولو سكت عدو أمس طويلا وقت دار بو أمس بلا أراد أن يسوي شيء دقارة كلاهين أمس كاس لم تطل ببرتو فلا صحي سيئة راجحة هذا الوقت دار أمس تو صلاة دار الشبي ميس صلاة مأمومين تو وإذ كان أمسنا على وقت دار وشيء دكرنا ما قراءة إمام كيب متابع علي سيجب والتاكتاك لسقع أمسان صادر تتبع تمالا ويصن وحاصلنا لمن قفقي نابه ولسه درسه شيء وحلسه درسه كتنبيه إمامه سيد إمام كيسينو براروتيو بهاية وإذنه لداخل قف سوق قال يقولي أنه إذنه بهاية وإن داره أعمى قف إن طلع إن ودقه قدكو سيدنا عيا ودفقه عيا أن يصبح سبحان الله إلى رسولنا وتصفق المرأة حوالتنا ويتصفق سنة ساعة ساعة ويسعب ليسا ببرد اليمين قعنت بذيك بيقضفا على ظهر اليسار بيحي نور كيانية فرق غضفا لون هذه اللي صدرته صعب كي عيارته هذا كان بيرانين كداية كان في عرض تفريقا كان تنبيه صلاة اللي يقول يهي إيا كان ليش عيارتي برابرك يسار كواتنه إيا الله اللوتنه سيارك لا صار يرانين مثلا أني أصر هم وحديث سفر الله وينه قعمه يسود فانا يمرك الله غير يهوه نبي عليه السلام حل بيسي باوحا مصري أبو بكر بعدك توكيلي نبي وقربها الله ولا الله كيري ضدك يا أبو بكر نبتك هريرها ضيا ما هين ضدك يبا صعب ليس لدعي أبو بكر ما كي صعب ليس لدعي بديين بوسوفي ريه قلال نبي قول الله كيري واركي قلال بوسو دركي نبي قال بوسك اللي استعجي نبي قال مدبة تكري نبي عسل صلاة بك كبحي وحيري ورمحايل يكون رعاية وصلاة دمر كي تيمي أصعب ليس لدعي سير وصعب ليس إنما التصفيق للنساء صعب الله يسكد افتاعي دو مركايس كاله من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله حيران حديث الإمام البخاري غير كي وولي طيب ولو فعلها دو سمعيه في صلاته سلاديسي غيرها وحن صلاة كمي رهين صلاة ديبا وحن كمي رهين بوقود داري قارهان فعل الله إن كان هدو يهي من جنسها جنس غيري بطلت ويبوريسا وحلقها الله فعلا فعل بلوتي داي سميو وقود ماها قول كهداد من جنسها ديالي سوف فاتح الله بشار أخرده أما مالا ماشا ديالي كو أخرده أما تحيا الله بشار أخرده صلاة مبوريه لكن هدو وقفك اللي بس تشودود سبيهاي دي صدح بعد كندك تكس ركوع لي بعد الله بر ركوع كندك تي صلاة قرحية دي يحمدوا بعد نماها ولو فعل في صلاتي هذو كسما يا غيرها وحن صلاة عين إن كان هدوية من جنسها صلاة النوع عالي وكالاته فقعد بالقدرتي ركوع بالقدرتي سجود بالقدرتي استاغان شيرين بالقدرتي استاغي إلهي من الله من القدرتي با
بطلت ليبوريسا إلا أن ينصايلوا حلمان معاني وحلمان هذي تسجود ساوية باب كده قريسا وإلا هذيه سن جنسي راهي مسألة آخر مركة بطلت وكبوريسا مرة دي اللي ويري كساو زيادة نمو حوالي بضح اللي ويتري وحالي صلاة صبح وفرق عدو تكري كساو صلاة صبح والله يافر لو تكري عجل وحي يافر تري ويري إن الله وطر المرين معي أمر على المشي بالحويدي اللي لو كريه بالحين فلان ماي أوكي نيك الله مرتين فيه هدي عقلي هان لأجو عقلي هان قياس هان محمى لكن وحوى الله شرعي عباده توقيفه بعض وحبذا البدع الله قدرنا محيطين إن أنا بهم هالك كثرة هديك الصلاة والسجود سقدر ومحيطين كده أقرب ما يكون عبد من ربه وإلهه يبي هدي بعدين بيرعى السلام هو ساجدني سجود إله وشيء سما سيب ليه محبي صلاتي ويكابر سيوال ويدي ما شاء الله فترك السجود دارا أذكارتي يدي بدعة نال الله بانيا لقرين وإلا وحن جنسك صلاة ضعين بالكود درتي فتبطل بكثيره وحب ربي كبري لا بقلا قليله كي يركم برتو هذا ما قاق سميسو مال بالحقاتي حق شو صلاة بك من بعد ما يعني واتلعب سطي إن الله تلعب سطي من صلاة كمده جيسي يفعش صلاة تلعبك ومجرته ماذا حقاشانا كمد معها هذا صلاة وحكو دارت جيسي قيدي أنا هين وحياري مجرية بدليل وحاصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام مسلم نوري في صحيحه يا بخاري سوى صلاة تكنية أمامة بنت أبي العاص بو حنباري ملكو استاغن وقاده ملكو فريستان وكو عيان ودري إنوح الحنبارة صلاة مروح الوح حنبارة ما كمدة وفعل أن جنسي صلاة كاملة هاي كان مبورين كير مبورين لكن كبضان وبورين يا كبضان وبورين يا وحالوه صلاة داني هي يقاب بيلاد أدريك الله وحين نقوان فقعد بانتو كان وانصوت شيرين وحوغي فقعد الله واحد ما أقول داري شيرا كلام سوقين مبني صلاة يقاب في اللوو ترقال يتوقف كاللوو قارين أساس معه والكثرة تبضني يران دهبا لوضبا بالعرف عرف اللي يبدك اللو عيني وحي بدني الله بدني هنا تعين بدني هنا بدني حومك البري والغاي وحي كلام ما يب تصالح فالخطوة الثانية لما تطلعه هي والضربة الثانية لما وقع عن قاري لما رباحه أو لما وقع عن قاري قليل ويرجي والثلاث وسبع دونا كثير وعبدان تاي انت وارد هذا الشريط دقاقة للتنبيه لغاها الله يسراد وشبيني ما شبيني لليهي أنتكو كالقاض دقاقة ثلاثة متوالية لليهي ضد لنبا خلال صحيح ثلاثة حركات متوالية وحركة شركة هو دقاقي وي واحد صدحة واتلع بسطي شركة بمال عن دقاق مجرد مجرد هذا انت عن قاضة وحكم بفاتو شركة لنبا يسامين يسام لكن حركة الفرلا مقاتية يجو أرو سيدا أصدق عن تصاوية حقتي يجو تاسمع حركة لقاها اللي هي اللي هي وحركة ويلي موقتة شركة لنا بدن كي سامين يسوي صدرت يبكو عبدالي والخطوة الثانية والضربة الثانية قليل ويليه والثلاث كثير وصدح ذو وبضمتا انت وارد انت يسكشفت ميزانك صدح وبضمتا وحال استئناسا يا لوليشان يا قصري سعد بن أبي وقاص يحنون كيسية دردارة كيسية الثلث والثلث كثير تعوال بلشان يا قصري ذو القرنين وحال قصري خضر يا موسى نوال بلشان يا والله ما تعرفه دول قاطي مركز الدعاية ده بعشرة وبرطبة نقطتي موسى واقع وحجري إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدح دان قال في عذر دار ملي نتصدح الحديث نوال دريشان يا صنم كوريينو هندي صلاة كسر عراي قف هم ربي لا يهندي صلاة الحي يرحمك الله ورحمه مر لا ورطوه هندي صلاة يرحمك الله وي مثل هذا الكعر ينوي حولي فهو مسكوب لك وارد سيد سواية قاربة الشيخي إلهي أقع فيها الإلهي مركا صدح لي الله بضو الله وكال الحكم إن إلهي إنتا صعبا مركا الله يسكو صوروريو فهاشي قيمة الله يريس وبهرد في أربع لصاري فقادوا مسألة وتطلوا البستان بالوصفة الفاحشة بوتين فرح حضيها بالبودة من الصلاة كتيرة وبوتي بوتي لسانية
oo boodboodaya sidii uu boodaya haddayna kaa noqonin ninkii odayga ahaa ee nin ragaadka ah farxiniyoodka ah ee bootinta ziyaarada ku urursan jiray baa reer intii u yimid bootintaasoo uga dhigay wax macno leh oo isagoo da'daasoo booday wax weyn iyo mucjizaiyo xikmada ku fadhida laakiin dadka qof waxsan laga fahamsan laga waayo wuxuu yihi nin odaya oo intaa leeg oo boodaya waxaad u malaynaysaan mid baa layii buu yidhi nin dar caydoobe waana malayn nin dooro nin ragaan oo caydoobe waxaan ukuraatagaala bootin sharcigeena xagee kaga taalla hebel baa booday barak iyo mucjizaiyo tilmaamaysa laa shay laakiin nin rag waa shaqaysanaya aqara meel la geeyaba marka waxaa loo jeedaan kuraa waad booday nin bootin dhisanayda adigaa salaad kuma jiro ficilku laba mid buu ku buriyaa qaacidadeeda qaado imaa tiro wa imaa qaabka uu dhacay iyo qaab salaadeedoon isqaadanin dalika darba alfaaxisha iyo walwasb alfaaxisha iyo waasgoodku ay ku buraysaan wixii baab xawf iyo daruuro iyo cararkeeda iyo ku gala waa gaab lalxarakaati alkhafiifa dhaqdhaqaaqa fudud ee yaryarkaa almutawaaliyati isku xigtaay salaad ma jabiyaan ka taxriiki asaabicihi farihiisu dhaqdhaqaajiyey fii subxatin tusbax buu haystaa ninka allah mar salaada markii la yidhi tusbax buu wareejinayaayo waa wareejinayaa wuu iska sii tasbiixsanayaa subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah dikriga iyo ducada kuma buray salaada soolama dhihi haa kuma buraysaa la soo yidhi kadibna farta u dhaqdhaqaajinaya tusbaxa ku gedinayo xarakaad khafiifa weeye maanta dhan hadduu wado salaada jari mayso haddaba waxaa waxaad ogaatay xarakaadka kuwa taqiila ah iyo kuwa khafiifa a jira takhafiifadu salaasa iyo mutawaaliyaad dhibma leh waxaa lamid a aw xakin wuu xoqday filaa saxi meel baad xoqaysaa saddex jeer ka badan baad xoqday salaadaad iyadana jabin mayso wa sahwun ficli ficil sahwi ku yimi kacambihi kaskiisu lamiyahy filaa saxi ficil yata waxaa lamidka aad samayso sahwigiisu iyo kaskiisu waa isku midoo salaaddu way ku burtaa waxaa diiday fuqahada shaaficiyada qaar ka mid a wa minhum imaamu nawawi ninka la yihahda imaamu lmutawalli iyo imaamu nawawi fii kitaabihi ataxqiiq iyo abulxasan asubki attaqiyu subki waxaa kaloo ka mida wiilkiisii attaaju subki waxay yidhahdeen maya qisadii dulyadaynna si looga jawaabo garan mayna yidhahdeen waayo waa la dhaqaaqay nabigu halkaasuu tegay sahwan bay ahayd dulyadayn waa ka daba tegay qolyaha kale xaggaasay aadeen wa tabtulu way burtaa biqaliili alakli cunto yar haddaad cuntona way ku burtaa haddaad salaaddii adigoo ku jira cunto iska cunto ama jaahil noqo ama caalim noqo ama naasi noqo ama daakir noqo mutlaqan way ku buraysaa bay qultu waxaan ihi ilaa an yakuuna naasiyan inuu halmaansan yahay aw jaahilan uusan garanaynin taxriimow xaraam noqoshadiisa maahane wallahu aclam waayo mubtilaadkii kalun buu lamid yahay haddiiba socodkii iyo ficilkii iyo hadalkiiba la yidhi qofka naasiga ama halmaansan kaga buri mayso cuntadiina waa lamid jaahilan taxriimow aru nin talabada wax iiga sheekay iyo qiso qasato dhowr baa idiin sheegay taraawix baan tukanaynin nin iska rebaadiya ay garab tukanayay oo carabta weli baa riyaad wey sacuudiga jeebka timir baa ugu jirtay salaadu ku jira waxoogay markii la jawaaba xabad buu la soo baxaa timira afkoo gasha dalaabanayaa garabkaa ku dhisanay maana iska daabaa lalehi soo maaha wuxuu u qaatay buli wax iga siinan leh jeebka gacanta geliyay waaligiisoo lacay timirta ninkani iska daa manaa yuusan xaraatinimadee ogeyn wax garanaysaa jakan uu ku baraarugi lahaa hadduu halmaan tahay ee jahlun bitaxriimi wey marka inay xaraan tahay cuntee salaad lagu dhex cuno hadduusan garanaynin oo salaada dhexdeeda waxoogay iska yar taqsiimaayo salaadiisi waa saxaysa sida mubtilaadkii kaloo kaleeta falow kaana hadduu yahay marka bifamihi afkiisa sukaratun sokor baa ku jirta wax macaan baa afka kugu jira fa balica wuu liqay dawbaha dhacaankeedii miilmay ay ku dhalaashay buu liqay batalat fi lasaxi sidaa saxiixa way buraysaa wey waayo cuntay lamid tahay laakiin haddaynan dhacaan balahayn salaadii anigu ku jira xanjo ma rugi karaa aan dhacaan lahayn yukrahu walaa tatulu salaada salaadu ma jarto mas'aladan waxaa jabinaya waxaan jabinaynin miqyaasu siyaam waxa jabiye waxaan jabinin bay ka dhigan
سقال صيام كان وحير هذين علك مضغ العلك بين هذا الحنتل اللي فوقه حنتل هذا وح كم يلميلا ظهر عام وكسر ضوع ينا ده ويجيبين هذا يمدن سيعة كعتي أذون جمسها كحرور جيم تهينا وح يجيبين السلام عليكم صور لما تجيبين سلام لما تجيبين ما قال تذكر رام صلاة الحنتل تذكر رام صلاة وإحنا ما عندنا وإحنا ما عبد رام سيج أبك وح للجريينا صور يا صلاة لما تجيبين هذا ويصلي وحصلنا للمصلي إنك تكنيا إلى جدار جدار تكنيا إنك تدرب كل شيء درب كل تكنيا هلك عاوى السلدة هي ويعب سيد حرام هذا كم وقت هذا له عروس جدي هذا ما نطمئن لنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.